ثم أما بعد، فنستمر بحول الله جل وعلا مع الميثاق، مع الميثاق الذي جعله الله جل وعلا على بني إسرائيل وعلى من بعدهم من الأمم، لأنه ميثاق مستمر في الدين كله، ولا يزال مضمونه وحقائقه سارية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. وذلك قول الله جل وعلا بعد: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم، إلى آخر الآية. وأذكر كما سبق القول بأن معتمد الكلام في مجالس القرآن عندي إنما هو الإمام الطبري، منه ننطلق وعليه نعتمد بعد الله جل وعلا طبعا، وهذا مختصره. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نسأل الله العافية. هذا تتميم للميثاق الذي ذكره الله جل وعلا قبله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، مما سبق بيانه في حصة سابقة. هذا تتميم له وتكميل. ومما يؤخذ من المعاني العجيبة في هذا الأمر: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذ لتذكير بني إسرائيل بما سبق وبما لحق مما هم مستمرون عليه ومما هو سجية من سجاياهم وطبيعة ثابتة لا تتغير من طبائعهم إلى يوم القيامة. ولذلك خاطب الأحفاد بجرائم الأجداد، لأنه الخطاب الآن اللي لاحظ التعبير العربي في كتاب الله جل وعلا حينما قال: وإذا أخذنا ميثاقكم، راه يتكلم مع اليهود اللي كانوا في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أي وذكروا يا أيها اليهود يا بني إسرائيل ممن تحاورون رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن تجحدون نبوته، اذكروا ذكروا فاش خديت منكم العهد والميثاق. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذا الميثاق كان في التوراة، وإنما أخذه الله جل وعلا بشكل مباشر من جيل موسى عليه السلام، من اليهود اللي كانوا بزمن سيدنا موسى. هذه الحقيقة تاريخية، والله جل وعلا خاطب بني إسرائيل ككتلة واحدة. هذا في القرآن كله سبحان الله العظيم، يعني في نما الله سبحانه وتعالى يتكلم مع اليهود يتكلم معهم كتلة، يعني يهود سواء كانوا زمن سيدنا موسى أو بعده أو اليوم أو القديم، دائما باش يبيلك القرآن الكريم بأن الطبيعة ديال اليهود هي ما كتغيرش. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، جوج ديال الصفات من أسوأ المثالب في اليهود: السفك والإخراج. جوج الحوايج: إخراج النفي الإبعاد، حل قصة المبعدين في فلسطين تماما. فهذا الأمر إما يديروه في غيرهم نهار يكونوا غالبين غيرهم يسفكون الدماء ويخرجون العبادة من ديارهم، وإذا ما كانوش غالبين كيديروها في رؤوسهم سبحان الله العظيم. يعني لا بد ما يكون مهني اليهودي حتى يدير واحدة من اثنين: يا إما أنه يسفك الدماء ويخرج الغير من غير اليهود، فإن لم يستطع فيفعل ذلك في اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك لو على سبيل الافتراض لو أن القضية الفلسطينية حسمت وما تحسم أبدا إلا بهلاك أحد الفريقين، هذه حقيقة قرآنية، لو أنها حسمت على أساس أن اليهود مبقوا كيضربوا مع العرب ومبقى بيناتهم والو، غادي اليهود يبداو يدبزوا بيناتهم وشي يقتل شي وشي يخرج شي، يعني هذه المجازر التي يرتكبونها في المسلمين سيرتكبونها فيما بينهم. وشي عجيب جدا في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني قبل الهجرة وقبل البعثة أيضا، قبل ما يتبعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة، كانت المدينة المنورة فيها جوج قبائل: قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، جوج قبائل.
وهذه القبائل كانوا متناحرين بيناتهم، قبيلة عربية أخرى عربية، وفي نهاية المطاف ولاد العم، هادو كيقتلوا هادو وهادو كيقتلوا هادو. واليهود حتى هما كانوا جوج قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير، وحدين محالفين مع القبيلة العربية الأولى الخزرج، والأخرين محالفين مع القبيلة العربية الأخرى الأوس. فكانوا كيقتتلوا بيناتهم، يعني اليهود شي كيقتل شي بيناتهم على سبيل التحالف مع قبائل العربي المتقاتلة، مع أنه حرام في التوراة أن اليهودي يقتل خوه اليهودي، مما أنزل الله على موسى عليه السلام لا يجوز اليهوديين أن يقتل يهوديا، حرام عليهم في التوراة في الدين ديالهم. كان عهد، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أجابوا رب العالمين بالإقرار على يدي موسى عليه السلام، بيعوا سيدنا موسى على هذا العهد، وهما شهود حاضرين وواعيين وعاقلين وعارفين اش كيديروا. ثم بعد ذلك ناقضوا العهد، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تقتلون أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا كما أراده الإمام الطبري في التفسير وغيره رحمه الله، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، صافي ما يتفاهموش معاك، يقول هز حوايجك ويستولوا على الدار ديالو وعلى ولاده وعلى كل ما يملك ويطردونه خارج الديار إلى النفي. ولكن الشيء العجيب المثير للسخرية أنهم يقتلوا خوتهم، فإذا وقع إخوانهم في الأسر عند أعدائهم من العرب، يعني راهو يتقاتل معه ويحاربوا، فإذا وقع اليهودي أسيرا مشى خوه اليهودي كيشريه بالفلوس، وإياتكم أسارى تفادوهم، فيعني الصغيرة رفدي لا الهم والكبيرة ما طبقوهاش، وهو محرم عليكم إخراجهم، وأنت أصلا ما عندكش الحق تنفيه باش يمشي يحصل في الأسر جهة أخرى. ومن ألطاف ما سمعته من بعض علماء المغرب العلماء القرويين واحد تفسير عجيب لهذه الآية نادر، وذلك قوله إنهم يبيعون الرجل مرتين، جوج مرات كيبيعوا الرجل، يبيعوه المرة الأولى من اللي كيطردوه خرجوه من الديار نفاوه، فإذا نفيا التحق بأعدائهم من اللي كيتنفى كيمشي عند العدو، فإذا جاء مع العدو مقاتلا كيولي جندي عند هذاك العدو، لأن اليهود راه فرقة مع هذه القبيلة وفرقة مع القبيلة الأخرى، لما كيعاود يحصل بين يديهم وإياتكم أسارى، اللي كيعاود يحصل بين يديك كيعاود يقبل الفدية فيه، بمعنى أنه ماشي كيجيبوا لعندو لا كيبيعوا، كيقول له هذا يهودي يعني ديالكم شريوه مني، هو يهودي ديالو ولد عمو خوه، ويعاود يبيعون العدو مرة أخرى مع أنها ضرورة بقي عندهم وولاده كل شيء تما. وإياتكم أسارى تفادهم، بأي حق كتبيعوا وهو ديالك وداروا عندك وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن الله سبحانه وتعالى لزمهم بالفدية، فالفدية كيأمنوا بها ولكن كيطبقوها معكوسة، كيف كيطبقوها معكوسة؟ بدل ما يفديوه يجيبوه كيفديوه بمعنى كيبيعوه ماشي كيجيبوه، لأن أصلا حسب التعبير القرآني الصريح راه جاء أسير لعندهم، وإياتكم أسارى راه جاء أسير حصل عندهم أسير، تفادوهم من المفادات، إما كتبدلوا به أخرين أو كتبدلوا بالفلوس، وهذا الغالب عندهم، وهو محرم عليكم إخراجه. فأيا كانت الصورة هذه أو تلك، العبرة هي النتيجة، وهذه النتيجة التي وقف عندها الكتاب ها هنا من أعظم النتائج، وعليها نقف اليوم بحول الله، لأن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر قصة من قصص بني إسرائيل أو غيرهم من الأمم البائدة إلا وجعل لنا من تلك القصة عبرة، قانون، قانون اجتماعي، سنة من سنن الله في الاجتماع البشري تبقى إلى قيام الساعة. وإياتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم، القاعدة هي قوله جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قاعدة من أعظم قواعد الله جل وعلا وسننه في تدبير شأن الخلق، كل الخلق عبر تاريخ الدين من آدم عليه السلام إلى آخر من يكون من مسلمين من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الذي كان سمة خاصة من خصائص اليهود، ومع الأسف صار أيضا مرضا انتقلت عدواه للمسلمين، تبعيض الكتاب، هذا المرض سميته تبعيض الكتاب، والكتاب كل لا يتبعض، ما كيتجزأش ما كيتفرقش،
فتفريق الكتاب وجزيء الكتاب والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هو من أخطر الأمراض التي تصيب الأمم المتدينة. فإذا حصل ترتب عنه بلاء فظيع نشاهده اليوم في هذا الزمن مشاهدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والإيمان هنا ليس الإيمان الاعتقادي، لا، وإنما هو الإيمان العملي، لأنه اعتقادا هما كيأمنوا بالتوراة ككل صفة عامة كيأمنوا بها ولكن بالدين، لكن عملا لا، يعملون ببعض التوراة ولا يعملون ببعض التوراة، فسمى الله جل وعلا ذلك إيمانا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ من أخطر الأمراض التي أصابت المسلمين اليوم أفرادا وجماعات تجزيء الكتاب، تبعيد الكتاب، نطبق حاجة وحاجة ما رشق ليش عليها، هذا خطر عظيم، لأن فيها واحد نوع ديال السخرية بالدين، والله جل وعلا يغضب من هذا وعلى صاحبه صلى الله العافية. فإذا المرض يمكن يكون فردي عند واحد الإنسان هو بوحده فداته، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بمعنى أنه يطبق بعض الكتاب ولا يطبق بعض الكتاب. هذا الكفر هذا ماشي الكفر ديال العقيدة، وإنما هو سلوك الكفار أي خلق الكفر، كما بيناه غير مرة في أحاديث نبوية كثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا المقصود، ماشي كفر يعني خرج من الملة ما بقاش من المسلمين، لا باقي مسلم، ولكن صار على كفر عملي أي الأعمال ديالو كتشبه أعمال ديال الكفار. فمن طبق بعض القرآن بعض وخلى البعض تهاونا وتكاسلا واستخفافا، زعما كيجي داكشي زايد ناقص، هذا امر خطير جدا، يترتب عنه دمار لشخصيته الان في الدنيا، ثم بعد ذلك عذاب شديد في الاخره. كيوقع الافراد في ذواتهم، كيوقع النسيج الاجتماعي يعني المؤسسه ديال المجتمع، كينزل عليه الله تعالى البلاء والعياذ بالله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، مازال رجعوا لهذا التبعيض، هذا الخصائص ديالو والخطوره ديالو كيف يقع، ومداخل الشيطان فيه، من أين يدخل إبليس نعوذ بالله منه. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، سأل الله العافية. الخزي في العربية هو الإذلال الفاضح المفضوح، يعني سأل الله لا يبتلينا، الله ينجينا ونجيكم من الآفات كلها. كي اللي كيبتليه الله ويذله وكيستره، ابتلاه وذلوا عقاب له وستره، كيستروا الدلة دياله، وكل اللي كيبتليه الله ويذلوا ويفضحوا، فأبشع الذلة ذلة فضيحة. وأي فضائح أفضع مما يقع للمسلمين اليوم على امرأة ومسمع من العالم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، الآن في الدنيا ذلة وفضح وكشف، سأل الله العافية. ولذلك من أجمل اسماء الله الحسنى ستار، ستار اسم من اسماء الله الحسنى، والستر جمال أفاضه الله جل وعلا على العباد. الحديث صحيح: إن الله حيي ستير يحب الستر، فإذا اغتسلتم فاستتروا، استتروا لتجرأ على كشف عورته للناس، يفضحه الله يوم ما، طلب الله العافية، يعني كما يقع في مسابح الناس وشواطئهم وحماماتهم مع الأسف. الله تعالى ما حرم شيء التمتع بالحمامات وبالمسابح وبالشواطئ أبدا، ما حرمش، ولكن الفعل السيء ديال الإنسان هو اللي كيخسره. يأتيه إبليس فيعريه ويكشفه للناس، والعري سيمة شيطانية، لأن أول حاجة قلب عليها إبليس مع سيدنا آدم أن يكشف عورته هو وزوجه، كما هو معروف قصة آدم عليه السلام. ولذلك أنه الإنسان يبادر هو نفسه للتعري بشكل تلقائي، هذا من الخزي، وعقوبته تقع في الدنيا قبل الآخرة. وما أذل الله قوما بهذا النوع من العذاب إلا وكانت لهم سابقة في التعري والكشف والتكاشف والجرأة على محارم الله بالتبعيض، بتبعيض الدين، طب الله السلام والعافية فعلا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون ماشي إلى العذاب، إلى أشد، إلى أشد العذاب، أسوأ مدارك جهنم، سأل الله العافية، لأن فيه سخرية بالله، واحد يعني كيسخر من الله سبحانه وتعالى. أو تدري ما تصنع يا عبد الله مع من وعلى من؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل وعلا. يعني المعرفة بالله تكسب الإنسان الرغبة والرهب، كتخليه فعلا يرغب في النعمة والخير والجمال ديال الستر
وسائر النعم اللي عند رب العالمين وتخليه يخاف، لأنه كيعرف مع من تتخليه يخاف. الخوف التعبدي الرهب، لأنه كيعرف مع من كيتعامل، مع من يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. ولذلك قلت من أجمل صفات الأسماء الإلهية، وكل أسماء الله جمال وكمال وبهاء، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى ستار ستار. يمكن لك تصور هذا الشيء في أبسط الأشياء، يعني ماشي غير في المشاكل، لا في أبسط الأشياء، يعني ماشي غير في الذنوب، في النعم. كيف يتجلى اسم الله ستار على العباد فيكونون أجمال ما يكون. وتصور الأشياء الجميلة التي تحبها، ومن أحب ما يحب الإنسان المرأة بجمالها وكمالها وبهائها. لولا ستر الله لكانت أقبح شيء، لا هي ولا أنا ولا أنت، لأنه سبحان الله العظيم إن هي إلا جسم سترى خبائثه. ليكون رب العالمين دار الجسم ديال الرجل أو ديال المرأة جسم شفاف بحال الزاج، تقدر تشوفي، تشوف الدورة الدموية، الدم كيطلع كيهبط وهو غادي في الشرايين، تشوف الجهاز الهضمي خدام، الطعم كيف يتحول إلى خبث، ترى أشياء بشعة ما تدوقش نهائيا ولا تقدر تخرب الإنسان. أنا إذي الستار سترى الخبث بالجمال فلا يبدو لك إلا الجمال. شيء عجيب جدا. شوف سبحان الله الإنسان شحال يغلط وينبهر بالتماثيل الزائفة. الأجسام البشرية حقيقة كمال جمال، ولكن بتجميل الله. لولا أن الله ستر ما ستر على العبد لكان أبشع مخلوق في الأرض، رجل كان أو امرأة. ولو جمع من الحسن ما جمع، يجمع جمال سيدنا يوسف عليه السلام، ولتجمع المرأة أجمال ما جعل الله وخلق من جمال الأرض. لولا ستر الله عليها لكانت أبشع مخلوق في الأرض، ولم استطع أحد أن يقترب منها. ستار سبحانه وتعالى، اسم الله ستار شيء عجيب. إن الله حي يعني فيه الحياة. شو سبحان الله، من هذا ما كيبقى فيه حياة، كيولي هو الخنزير سواء مسخ، كما سبق بيانه بهذا المجلس المبارك، مسخ الأنفس، لأن المسخ فيه جزء الأنواع، مسخ جسدي ومسخ نفساني. ولا يمسخ الله جسدا إلا إذا امتسخت النفس، ما بقى فيها ميتشف، فيمسخ أنئذ إن شاء الجسد بعد ذلك. طب الله السلام والعافية. وفي الحديث الصحيح يكون في هذه الأمة مسخ وقذف، مسخ وخسف، مسخ وخسف وقذف. مسخ كيمسخ الله تعالى بندم، القذف رجم الحجارة من السماء، طب الله السلام والعافية، والخسف الزلزال العمودي، يعني كين الزلزال الأفقي كتحرك الأرض هكذا، طب الله السلام والعافية، ويريبوا الديور وقع اللي وقع. كين الخسف الأرض كتبتلع داك الشي اللي فيها، كتصرت داك الشي اللي فيها تبتلعه إلى أسفل. خسف ومن أفضاع العذاب المسخ، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لمن بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. مع الأسف النفوس اليوم مسخت، كاين لها الصورة ديال بنادم ولكن عنده نفسه حمار أعز الله ذكركم، أو نفسه خنزير، أو نفسه قرد، في الرجال والنساء حقيقة. والنفسية القردية إن صح التعبير غالبة اليوم كثير، يعني واحد يعني تالف ما عنده روح في مكان ما من بلاد أوروبا أو أمريكا، يعني الشيطان يلبسه ويعوج الهيئة دياله، فتجد شباب المسلمين كلهم داك الصباح يصبحوا معوجين بحاله، في أشكالهم، في حلق شعورهم، في ألبستهم، الرجال والنساء في ذلك سواء. مش هذه نفسية قردية؟ بلى والله نفس القردية هذه، كيقلدوا السلام بدون أذكى ذوق، سبحان الله عظيم، تفسدوا الأذواق. والله عز وجل حينما جعل الإشكال في الأجسام، الناس اللي يفهموا الجمالية بالمعنى المعاصر للكلمة حقيقة، حينما جعل الألوان والأشكال للأجساد جعلها على مقاييس جمالية ربانية تناسب ذلك الجسد ولا تناسب غيره. كل واحد ربي أعطاه سيماء خاصة به، بحال البصمات فوجو، رغم التشابه الذي قد يقع بين بني آدم كيبقى كل واحد عنده الطبع دياله لا يتكرر عبر التاريخ أبدا، وعنده واحد الجمال خاص به هو، سبحان الله العظيم. يعني الشيء اللي وقع للناس الآن شيء غريب جدا، وخاصة صفوف النساء ضحكوا عليهم الناس اللي صنعوا الموضة التجارية، لونوا النساء بألوان يعني غريبة، يعني لو أنه يراجع شوية الإنسان ينظر غير في الطبيعة اللي بقي على الفطرة ديالها في أشكال الأزهار والورود والأشجار وما خلق الله جل وعلا من الأشياء، ويشوف بأنه وقع تناقض وتنافر في الألوان التي يتلون بها النساء اليوم. كيف الصمرة مثلا يصلح معها الزرقة؟ شيء غريب سبحان بشع، شيء غريب والله بشع، ما بقت أذواق، راه تلفوا تلفوا لواحد الدرجة ديال ضياع. راه نتكلمش يعني فقط بالمنطق الديني، بالمنطق الذوقي الجمالي، ما بقوش يذوقوا، بقوا كيتبعوا التجارة فقط، يعني المخ ما بقاش. هذه فعلا نفسية قردية، لأن القرد ما كيفكرش،
وانما كيدير بحال ديك الحربه، ديك الحيوان الصغير اللي كيتلون على حساب اللون اللي جنبه، حربه لا اقل ولا اكثر. ايه تاتا يقولوا بعض الناس، وكاين كاين حسب البلادات، كل بلاد واش يقولوا لها. يعني ما كاينش يعني اراده واعيه، وانما كاين تلقائيه نقصيه، كيوصل الانسان كيشعر بالنقص الى ما دارش اللي كيدير الناس، الى طاحوا في الهويه يطيح. هذا الامر فعلا الخطير هو عقوبه من الله جل وعلا، انما يقع المسخ للناس من بعد ان تمسخ نفوسهم. وقت تمسخ النفوس وكفى بها عقوبه، كفى بها عقوبه والعياذ بالله. هذا خزي، خزي خزي من أفظع مظاهره الفضح حقيقة، والله لا فضيحة فعلا، الفضح خزي في الدنيا، ولا أخزى من المسلمين اليوم، خزيين مع الأسف الشديد. والمشكل أن المرأة تفضح نفسها بنفسها بشكل إرادي، تفاصيل العورة بكل دقتها مكشوفة. شيء غريب جدا هذا الذي وقع، واحد الانهيار فظيع ومريع والخطير جدا. راه ماشي ننسى بوحده مسؤولات، احنا حتى احنا مسؤولين. منين مسؤولين؟ انه ولا هاد المناظر اللي واقعة الان في الاسر ديالنا، لان ما جايش من القمر، راه في الاسر ديالنا ولات مناظر طبيعيه عاديه. يعني النفوس ديالنا حتى حنا تمسخت، فسد الذوق ديالنا. حينما يرضى مثلا الاب ماشي يرضى ان تخرج ابنته عاريه، هذه كلام اخر، لا يرضى ان يجلس ويرى هو ذلك المنظر بنته في الدار، في الدار البيبان في كل شيء، ويرى عوره بنته وبناته كامله مفصلة مفصلة على الأسواب كما ترون وتشاهدون في الشوارع. يعني غير هذه كافية، أما أن ترضى أن تخرج كذلك فإذا معناه ماتت الغيرة تها. وما عاد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق علينا في قوله إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن غيرة الله على عبده أن يأتي العبد محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا خزي، هذا خزي عار وزلة ومفضوحة مكشوفة، لأن العقوبة مراتب، العفو أجمل، العفو أجمل، ربي تعالى نطلب الله تعالى العفو. ولذلك في الحديث إذا سألتم الله اسأله العافية، ما يبتليكش أصلا، نطلب الله العافية. وعقوبة الله جل وعلا فيها وفيها، فيها اللي كيهين الله تعالى ويوقع عليه المصيبة وكيستره، وكيه اللي كيوقع عليه الذلة والمهانة ويفضحه. هذه المصائب التي تقع للمسلمين في العراق وفي غير العراق يعني فضائح وذلة وإهانة، والمصيبة الأكبر هي مصيبة كبيرة، ولكن المصيبة الأكبر أن ذلك فضح على الملأ. وهذا الشيء مش غير تما، وقع في البوسنة والهرسك، وقع في ألبانيا، في كل مكان يبتلى فيه المسلمون، يبتلون والعياذ بالله في هذا الزمن بالخزي، أشد أنواع العذاب في الدنيا الخزي، أشد أنواع العذاب في الدنيا الخزي. طب الله السلام والعافية. وهذا الخزي سلطه الله أول ما سلط على بني إسرائيل، سلطوا عليه في عهد فرعون ومن بعده. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذه هي المصيبة، هذا السبب، لأنه ارتب عليه الجزاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. من أراد أن ينجو بنفسه فليكون أمه، إن إبراهيم كان أمة. الأمة عندها جوج ديال المعاني، الأمة يعني جماعة ديال الناس، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الأمة لها دلالتان، الأمة بمعنى الجماعة من الناس اللي هي جنس بشري معين يجمعهم دين أو لغة أو شيء من هذا القبيل، والأمة الفرد. إن إبراهيم كان أمة يعني ماشي كان جماعة، لا، وإنما خصائصه مجتمعة على توحيد الله جل وعلا. جماعة يعني كل أمره، شهواته، أهواؤه، أفكاره، نوازعه، نزعته، كلها مجتمعة منسجمة على شيء واحد هو عبادة الله جل وعلا. ولذلك اتخذه الله خليلا، خليل، لأن ما بقاش فيه شيء حاجة غير الله، كل شيء فيه لله الواحد القهار. وكذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا السر باش كي نديروا الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، إلى آخر الحديث. يعني هذه الصلاة كترقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكتصلي عليه، كتصلي عليه بمنزلة الخلة، شي منزلة عادية هذه. ولذلك قلت وما زلت أقول صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش ما بغيت من الألفاظ،
اجمع حبر من القفار وقطرات البحار وأوراق الأشجار ما توصلش 110 صلاة الإبراهيمية أبدا. يكون يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أبلغ الناس وأعلم الناس، يكون هو عليه الصلاة والسلام عارف اللي راه عنده الخير في صلاة أخرى أحسن من هذه يكون أعطاها لنا. ماشي معنى هذا الكلام أنه تصلي عليه بشي صيغة ديالك أنت حرام، كلا، هذا عود راه غلو في جهة أخرى. يجوز لك أن تصلي عليه بما تريد من الأعداد، لكن اعلم أن أفضل صيغة تختار عن تحت تتعية ما تكون شيء بحال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما أراد لنفسه وبما اختار له الله جل وعلا، وهو الصلاة الإبراهيمية. هذه كراها كنز، هذه الصلاة الإبراهيمية كنز لا يعلم ما تحتها إلا من كشف الله له بصلاح السريرة وصفاء الخاطر جمال الإيمان الذي يتدفق على القلب من خلالها. ولذلك كين فعلا في النصوص شياء تثبت العجب العجاب من هذه الصلاة الإبراهيمية. هذا الاستطراد إنما ذكرته لأبين أن هذا الشيء جاي منين، من هذاك الصفاء اللي وقع لسيدنا محمد ولسيدنا إبراهيم من يعني اكتمال الشخصية واتحاد النوازع والبواطن. اكتب عني في الرضا والغضب، هكا كان كيقول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، يعني خذ مني الكلام وانا غضبان ولا وانا فرحان. لان بنادم الى غضبان كيمشي له عقله كيبقى يخرف ويقول الكلام اللي ما باغيش يقوله. هو عليه الصلاة والسلام كيقول اكتب عني في الرضا والغضب فوالذي نفسي بيده لا اقول الا الحق في الرضا والغضب. كيخرش على الطور ديالو على الطبيعة ديالو عليه الصلاة والسلام، شخصيته كاملة ضد ديال هذا الشيء، ضد دياله تماما، لأن هذا كمال التوحد، كمال الأمة في الإنسان، كمال ومثال ما يمكن يوصله الإنسان، ولذلك هذا الكمال ما يوصله إلا النبي اللي وصل الله له، ودونه مرتبة الصديقين. لكن ربي تعالى بعث لنا النبي عليه الصلاة والسلام باش نديروه القدوة والأسوة والمثال ديالنا، راه الفوق وكنبداو نجتهدوا باش نطلعوا لجهته أي نقربوا لحده باش الشخصية ديالنا توحد، ما يكونش عندنا التناقض في الخواطر ديالنا. الضد ديال هذا الشيء التبعيض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الشخصية يا إما أنها كتوحد حتى كتكمل وتولي أمة، أو أنها تفرق تتوصل درجة التبعيض، كحال أكثر المسلمين مع الأسف. يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويزني، يعني يصلي وما يزكيش، يصوم رمضان وما يصليش، تناقض. شخصية مهرسة متنافرة، العواطف ديالنا والنوازع ديالنا مشتتة، بنادم ما كيلقاش راسو، عقله مشى من هاد الجهة، الهوى ديالو مشى من هاد الجهة، فكرة مشات من هاد الجهة، فكرة كتجبدو لهاد الجهة، يعني مرض، هذا راه مرض نفسي واجتماعي مشتت النفسية ديال الإنسان المسلم المعاصر إلا من رحم الله وقليل ما هم. هذا المرض هذا كيتعالج بالنظر في القدوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ديروا قبالتك ودا تشوف فيه، لأنه جعله الله لنا أسوة باش كتبدا تداوي راسك وتبدا تجمع راسك، العناصر ديال النفس ديالك اللي مشتتة كتبدا تلقطها عنصر عنصر وتبدا توحد راسك على كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أستاذك وشيخك المربي في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ترتضي عنه ولا به عليه الصلاة والسلام بديلا، تلقاش خير منه وتلقى أحسن منه. هذا المعنى العجيب الذي جعله الله جل وعلا بهذا البيان من كتابه سبحانه وتعالى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض من التبعيض، وما يقابله من التوحيد، لأن التبعيض ضد التوحيد والتوحيد ضد التبعيض. التوحيد العملي اللي كيخلي القلب ديالك غادي على هو واحد، هو ما يحب الله ويرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا التبعيض هذا الذي ذكرت أني سأعود إليه بحول الله جل وعلا لأبين بعض خصائصه. التبعيض يقع بالنفس أولا، يقع بالنفس ديال الإنسان، سببه أمران: سوء الفهم والاستجابة للهوى. يا إما الإنسان يعني الدين عنده هو بعدا ما فهموش مزيان، ولذلك تراه يستهين ببعض المنكرات، يعني كتلقى المرأة أو الرجل في واحد المصيبة قد جبل من الوزر وهو الدنيا هانية، يعني عادي ما حس شي بالخطر اللي راه هو جالس عليه، كأنما هو جالس على فوهة بركان، راه جالس في الغار ديال البركان وعاد خطر يتز ويشتتو في الفضاء ومهني. علاش مهني؟ ما سايق خبر فشرة. والجهل عادة يجعل صاحبه مطمئنا على المصائب، فأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ولذلك مطلوب واجب مني ومنك وكل إنسان أن يبادر إلى تعلم المعلوم من الدين بالضرورة، شي يقلب على الأصول الأساسية والأركان الكبيرة ديال الدين ديالو، يعرض عليها النفس ديالو. جوج الحوايج وكل حاجة فيها أصول: أمهات الفضائل وأمهات الرذائل.
إن وجدت نفسك منحرفا عن أمهات الفضائل فتلك مصيبة، وإن وجدت نفسك منحرفا إلى أمهات الرذائل فتلك مصيبة. أمهات الفضائل هي أركان الإسلام، الأصول ديال الدين في الإيمان وفي الأعمال، وأمهات الرذائل الكبائر. يعرض نفسه على هذه الأمور كل إنسان منا، فما دامت الشهوة تأخذك إلى الكبائر وتشتهي منها ما تشتهي، فما زال بقلبك نزغ من نزغات الشيطان وجب عليك أن تعالجه، باش بتوحيد نفسك على الله جل وعلا، على أنه سبحانه وتعالى هو وحده الكفيل جل وعلا، بتوحيد أهوائك على هوى واحد هو محبة الله جل وعلا وخوفه ورجاؤه وحده لا شريك له. وشوف سيدنا محمد قدوة، راه هذا شيء عجيب جدا أنه الإنسان يشوف في سيدنا محمد قدوة، يشوف أستاذ دياله حبيبه الذي لا يفارقه صباح مساء، يذكره في كل حين، ولذلك أعلى الله ذكره في الشهادتين والأذان وفي كل الأحوال، من أجل أن تذكر أنه لا سبيل إلى الله إلا على طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومسلكه الذي سلكه، فهو دليلنا الخريج إلى الله جل وعلا، يعلمك كيفاش تبني نفسك وتوحدها على الله. فإذا عزمت وجردت النية لله قطعا الله جل وعلا يعينك. الشيطان كيجينا واحد المدخل، أنا قلت نبين بعض مداخل الشيطان لهذا الأمر، كيجيك يقول لك راك ما تقدش، كذبة. هذا أول وهم كيدخل الإنسان اللي بغى يتوب من واحد الذنب أو بغى يقلع على واحد المعصية يبعد منها. الشيطان من البداية يجيك يقول لك بزاف عليك ما تقدش، فأنت تستجيب له من حيث لا تدري، تصدقه كذاب أشير، ما تصدقش إبليس، بل توكل على الله عز وجل. لما كدير النية أنك تحارب هذه الآفة، اعلم هذا يقين ومشاهد ومجرب، والنصوص تصدقه من كتاب الله وسنة رسول الله، أن الله تعالى كيتولاك، ما كيخليكش بوحدك، ما تقدش إلا بقيت وحدك، إيه، ولكن الله تعالى حاشا واش كيخليك بوحدك. حام واحد يعني كيبغي يقطع التدخين، يبغي يقطع الربا، يفضي منه ما بقاش يتعامل معاه، يقطع الخمر الزينه كذا، كيوهمو الشيطان كيقول له بزاف عليك ما زقدش. كيصدق الشيطان، اذا صدقته انتهيت. الله تعالى كيتخلى عليك، كيقول لك وصدقته فعلا يومنك لي وكلك اليه والى نفسك. لكن ان لم تصدقه ما تصدقش، قول ابدا نقد باذن الله عز وجل، خصك تعطي البرهان على الصدق ديالك. شنو هذا البرهان؟ المجاهده في الله، المجاهدة في الله، كتجاهد نفسك في الله، تجاهد نفسك في الله. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله تعالى يتولاك، يتولاك سبحانه وتعالى، ويثبتك على الصراط المستقيم، ويصد عنك إبليس، ويعيدك، كيحميك، كيقول إبليس سير في حالك هذا ديالي. هذه المجاهدة هي برهان على صدق النية والإرادة. المجاهدة يعني أنك تبدأ الدبز مع نفسك، هي كتدفع أنت كتدفع، تدفع نحو الرغبة والشهوة الحرام، وأنت تدفعها إلى التوبة والقيام بأمر الله. فإذا هذا عمل، هذه خدمة، هذا عمل، وهو تعبير عن صدق الإرادة. ثم لا يمر وقت كثير حتى يأتيك المدد، كيجيك المدد من عند الله سبحانه وتعالى، وتجد لذة الإيمان وقوة الجندية في الله، وإن جندنا لهم الغالبون، لأن راك تحارب إبليس، وبرهنت فعلا عمليا على أنك تجندت في طريق الله جل وعلا لتحارب الشهوات والنوازغ والنوازع الشيطانية في الناس. آنئذ سهول التوبة وتستقيم ويتيسر أمرها وسلوكها سبحان الله العظيم بصورة عجيبة جدا، حتى الإنسان كيبدأ يتعجب من رسول واش هو هو، وأشياء شاهدناها وحدثنا بها ورأيناها، كيبدأ يتعجب الإنسان واش فعلا هو استطاع يترك هذا الأمر هذا، وقد تركه بالفعل ومن قبل كان كيظن رسول ما يستطعش. ولذلك الشيطان أول عرقلة وأول تثبيط يديره البنادم هو أنه يوهمه منذ البداية أنه لا يستطيع أن يجمع همته على الله، فلا تصدقه، بل حارب هذا الوسواس من البداية، ما تخليش يطرق النفس. ولذلك فإنك حينما تفعل الله جل وعلا آنئذ يجمع همتك عليه، وتسلم من التبعيض، تسلم من التبعيض، وتكون موحدا حقا حتى تصل درجة الإخلاص. لأن التوحيد كيبدأ من الأفكار، وقمته الإحساس والوجدان، ولذلك سماه الله تعالى في القرآن الإخلاص، وهذا الذي طلب الله جل وعلا. التوحيد راه غير بديه، اما النتيجه الحقيقيه للتوحيد هي الاخلاص. ولذلك بينت قبل بان الله سمى سوره قل هو الله احد سوره الاخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين،
هذا هو التوحيد، كمال التوحيد وجمال التوحيد، وهو ضد التبعيض. فإذا سلم للعبد هذا آمين كيجيه الأمن، أولئك لهم الأمن، كيجيه الأمن الروحي في الدنيا والآخرة، ما يجيش الخزي، بل يعيش في ستر الله تحت جمال الله، مطمئنا ساكنا آمنا مؤمنا، لأنه في جوار الله. ويا ويل اليد التي تمتد له آنئذ، محمي من لدن الملأ الأعلى، محروس بملائكة الله الحافظة، لا يقربه شيء بإذن الله جل وعلا. هذه الولاية الحقيقية، الذين قال في حقهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا متحقق للعبد في الدنيا وفي الآخرة، كما أن ضده من العقوبة نازلة والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واعف عنا وعافنا وأدخلنا في جميل سترك يا ستار يا رحمن يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.